يا اهلا بكل حضراتكم. النهارده منوراني دكتوره دينا ابو السعود عشان هتتكلم معانا عن اهميه الفيتامينز لكل شخص مقبل على انه يعمل عمليه متعلقه بالسمنه، وكمان هنتكلم عن الاستخدام الامثل لهذه الفيتامينز. صباح الفل عليكي. صباح الخير. منوره الدنيا كلها. اخبارك ايه؟ بنورك والله. كل ربنا يخليك حبيبي. كله تسلم. تمام؟ كله زي الفل يا رب دايما. طيب دلوقتي في فئه من الناس، وانت اكيد بتتعرضي لده وبتشوفيه كتير، ما بين بتفكر انها تعمل عمليه، سواء بقى تكميم، تحويل مسار، انا مش عارف ابعاد الموضوع واصل لفين، كل شويه بسمع حاجه جديده فيما يتعلق بعمليات السمنه. فهل الفيتامينز اهميه استثنائيه في الحاله دي، ولا زيها زي اي حاله تانيه الفيتامينز مهمه فيها؟ الفيتامينز ليها أهمية استثنائية لا محال من أي شخص، سواء ست أو راجل، هيعملوا عمليات. المتعرف عليها هما اتنين: التكميم وتحويل المسار. أوكي. لازم ولا بد، ومش أنا اللي بقول، ده الدكتور المعالج كمان. أي. بتاعهم اللي بيقول لازم يمشي على فيتامينات ومعادن لا محال. ليه؟ لأن لو هعمل عملية تكميم وأقص حتة من المعدة، اكيد امتصاص الاكل مش هيبقى زي الاول، واكيد كميه الاكل وكميه العناصر الغذائيه مش هتبقى زي الاول. طبعا الكميه أكيد. نفسها بتقل جدا، فالعناصر الغذائيه نفسها بتقل جدا، واكيد حمض المعده بيتاثر مع طبعا. التكميم. فاكيد الدكتور لازم يكتب فيتامينز. تحويل المسار لا محال، لازم فيتامينات ومعادن. وهقول ايه الفيتامينات والمعادن المهمه جدا وقتها، لان تحويل المسار الاكل خلاص المسار بيتحول، او حته من الامعاء بتتقص او وات ايفر، ده بيقلل لي جدا العناصر الغذائيه والامتصاص المعادن والفيتامينات من العناصر الغذائيه، فلازم نعوض بسرعه النقص ده. فلا محال يعني. فكرة ان الامعاء بتتقص سواء كلها ولا جزء منها ولا حتة منها، دي فكرة مخيفة جدا. اثبتت نجاح طبعا العمليات دي جدا، لكن لازم طول الوقت فيتامينات، لازم طول الوقت فيتامينز. وناس السمنه برضو خطيره يعني طبعا مفهوم يعني السمنة. وبعدين ما هو اكيد الواحد بيبقى داسبر او يعني وصل لمرحله من الياس انه يقرر يعني قرار خلاص. زي ده خلاص يعني في ناس عايزه تنزل بال 50 كيلو وحاجات. لان ده بيأثر على الركبه وبيأثر على القلب وبيأثر على الكبد وبيأثر على كل اعضاء الحيوان، فلازم يلجأوا وقتها لعمليات التكميم. وعندنا دكاتره من افضل الدكاتره واشطر الدكاتره الحقيقه، الدكاتره في مصر فعلا يعني عندنا علماء في الحاجات دي. طيب ايه الفيتامينات المهمه او المكمل الغذائي المهم في هذه الحاله؟ هو ألب مالتي فيت اللي احنا شايفين صورته على الشاشه. اوكي. ألب مالتي فيت من اهم المكملات الغذائيه للاستخدام مع الناس اللي هتخش عمليات سمنه مفرطه. ليه؟ لان اهم الفيتامينات وقتها الفوليك اسيد بيتاثر جدا. حتى الدكتور ممكن يكتب على الاقل 400 مايكرو جرام فوليك اسيد يوميا، وده يتحقق في ألب مالتي فيت. مهم جدا الفيتامين سي، لان الحديد هيتاثر مع التكميم، وفيتامين سي بيعلي لي من امتصاص الحديد. أوكي. وده موجود في ألب مالتي فيت. مهم جدا الزنك، لان حمض المعده بيتاثر والمعده بتحب الزنك والنحاس الاثنين مع بعض، ودول موجودين في ألب مالتي فيت. وعلى الشاشه دلوقتي مميزات ألب مالتي فيت: من اقوى مضادات الاكسده، القوي جدا للمناعه، قوي جدا في عمليه التمثيل الغذائي، مهم لصحه الشعر والبشره والاظافر. وكمان الستات اللي بتلجا لعمليات تكميم بتخس وبتبقى مبسوطه من نتيجه جسمها، لكن الوش بيبقى شاحب شويه والشعر ممكن يبتدي يتساقط، فعوضي كل الديفوهات دي بألب مالتي فيت. اوكي. طيب بمناسبه الكلام عن السيدات تحديدا، في برضه رساله جات لنا من ميرفت سيد بتقول ان رموشها بتقع كتير وحواجبها خفيفه زياده عن اللزوم، هل ده ليه علاقه بنقص الفيتامينز ولا لا؟ وايه الفيتامينز المفيده للشعر بشكل عام؟ الفيتامينز المفيده للشعر بشكل عام، سواء شعر الراس يعني او الحواجب او رموش، بايوتين رقم واحد، كوبالامين رقم اثنين، الاثنين دول من عائله فيتامين ب. مهم جدا الزنك والنحاس، الاثنين مهمين جدا 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 برضو لعدم تساقط الشعر، والثلاثه موجودين داخل ألب مالتي فيت زي ما احنا شايفين. صحتك في فيتامين سي، فيتامين اي، فيتامين بي كومبلكس بجميع انواعه، واكيد اكيد الكالسيوم مهم جدا. الكالسيوم
لكمان اللي داخلين عمليات تكميم اكيد برضو. اوكي. فده ردي على السؤال بتاعك. طيب سؤال تاني من احمد عادل بيقول انا من وقت للتاني بحس ان جسمي مهدود ومكسر ومش قادر اعمل اي حاجه، علما بان انا ما بكونش قبلها عامل اي مجهود او اي حاجه يعني تخليني احس بكده. فبيقول هل في تحاليل دوريه لازم الواحد يعملها عشان يتاكد ان مناعته قويه؟ موضوع الكسل والخمول نتيجة نقص في المناعة، نتيجة الأكل الغير صحي، نتيجة كمية السكريات الكتير، نتيجة نقدر نقول النوم المتقطع، ونتيجة نقص فيتامينز مهمين. طبعا مش هتكلم على أمراض لأن عندي أمراض كتير بتأدي إلى كسل. التشيك أب لازم نطمن على مستوى الحديد، ده الطبيعي، لازم أطمن على مستوى الحديد بتاعي، لازم أطمن على وظائف الكبد والكلى بتوعي. أعمل ده كل قد إيه بالمناسبة؟ كل يعني ممكن الحديد كل ست شهور مثلا، كل ست شهور كل سنة. ممكن الحديد، وطبعا لازم كمان في حاجات تانية مهمة. يعني مثلا في أمراض إحنا ما عندناش أعراض ليها زي الكوليسترول مثلا. ايوه صح. يعني دي أيوة. ده لازم دوري، وبالذات الناس اللي عندها هيستوري وتاريخ طبعا. من الاب والام. السكر التراكمي المفروض كل 4 شهور، خليها كل 6 شهور، لان ساعات بيبقى في حاجات انا ما عنديش ليها اعراض في الاول. فلازم الدوريات. ما هو ده اللي بيخلي اغلبنا ما بيعملش اللي احنا بننصح دايما بيه، فكره التشيك اب كل طبعاً. بشكل دوري كل 3 شهور، كل 6 شهور. نطمن على نفسنا، ما عندناش ليه الوعي ده يعني ليه بنستنى لما الحاجه او الحاله بتتفاقم او ان الاعراض تظهر بشكل واضح؟ بالظبط بالظبط. لان اولا يمكن الدنيا تلاهي، وما دام انا حاسه ان انا كويسه يبقى ما عنديش حاجه، فلازم برضه اقول ان في حاجات بتحصل واحنا ما بيبقاش عندنا عليها اعراض، فلازم نعمل التشيك. لكن الفيتامينز ان الواحد يحط يعني ياخد انبوت يومي من الفيتامينز، بعيدا بقى حتى مؤقتا بس بره موضوع السمنه، ده شيء صحي ومطلوب لكل البشر سواء اللي عندهم امراض مزمنه او ما عندهمش، رياضيين مش رياضيين، عندهم سمنه عندهم نحافه، في كل الاحوال الفيتامينز شيء مطلوب للجسم، مش كده برضو؟ الفيتامينات دي اقدر اقول انها بنزين الجسم. انت تقدر تسوق عربيتك من غير بنزين؟ لا طبعا. طيب لا طبعا. الفيتامينز دي للصحه العامه، دي اجباري ان احنا ناخد فيتامينات من المكملات الغذائيه، لان اعتقد صعب جدا ان احنا نعرف نلم بكل الفيتامينات في الاكل. انا النهارده واكله بروتين واكله سلطه، ممكن بكره ما عنديش سلطه وما عنديش خضار. طيب انا محتاجه يوميا فيتامين سي، فيتامين ب كومبلكس، اللي هو انا بسميه الغداء بتاع الاعصاب. يعني اكل الاعصاب هو فيتامين ب كومبلكس او عائله فيتامين ب الكامله. مهم جدا فيتامين ب للتمثيل الغذائي، وعلى طول بقول من غير تمثيل غذائي مفيش حياه. مهم جدا تدعيم الكالسيوم في الجسم في الدم. الكالسيوم الجسم لا ينتجه. الكالسيوم لو نقص هيحصل لي مشاكل كبيره جدا في العظام والقلب. على فكره انقباض عضله القلب نفسه محتاج الكالسيوم. ده مهم جدا. طيب ازاي نعرف ناخد كل الفيتامينات دي بطريقه امنه؟ طبعا بستأذن الساده المشاهدين المحترمين اللي بيتفرجوا علينا ان هم يصوروا شكل العلبه، لان اولا احنا ما عندناش بديل لا في الصيدليات ولا في اي حته. اكيد المنافذ البيع عندنا معروفه، اولا الب مالتي فيت مرخص من هيئه سلامه الغذاء، معنى كده انه بيتباع في الصيدليات. دي رقم واحد، احنا موجودين في سلسله صيدليات كبيره موجودة في كل محافظات مصر. تاني حاجة عندي أرقام الشركة ظاهرة على الشاشة، بنوصل لحد باب البيت. طبعا ده شكل العلبة. أولا هو اسمه ELP مالتي فيت أو ELP مالتي فيت، ما عنديش بدائل. ممكن نلاقي مكملات غذائية اسمها كذا مالتي فيت. مالتي فيت يعني مالتي فيتامين. فإحنا ELP يعني لازم الناس تركز إن إحنا ELP مش أي مالتي فيتامين موجود في السبليات. هو بالمناسبة تصنيفه مالتي فيتامين ولا تصنيفه مكمل غذائي ولا هما الاثنين واحد؟ الاثنين واحد. الاثنين واحد. طبعا مرخص من هيئه سلامه الغذاء، الجرعه المسموح بيها من هيئه سلامه الغذاء قرص واحد في اليوم. لسن معين؟ من سن 13 سنه امن جدا لجميع الاعمار. طب الى سن معين؟ لجميع الاعمار. جميع الاعمار. كبار السن محتاجينه جدا. أوكي. زي اللي بيخش عمليه سمنه. ممكن القرص بيتبلع بالميه بكوبايه ميه كبيره، لان الفيتامينات اللي فيه قابله للذوبان في الماء، فامتصاصه بيبقى اسرع مع الميه بعد الاكل بساعه.
اللي داخلين عمليات سمنه ممكن يسالوا الدكتور او الدكتور يقول لهم اطحنوا القرص عشان في الاول او اطحنوا القرص واشربوه على ميه، لكن اي حد بيقدر يستخدمه. السيده الحامل مهم ليها جدا جدا الب مالتي فيت، لانه في معظم الفيتامينات اللي هي عايزاها ممكن الدكتور كمان يكتب لها اكيد على اوميجا مهم او يود او وات ايفر، لكن فوليك اسيد موجود عندي، فيتامين بي كومبلكس موجود داخل الب مالتي فيت، فيتامين اي موجود، الكالسيوم موجود بنسبه 70 ملي جرام. معنى كده ان ممكن الدكتور يقول لها دعمي بكالسيوم سبلمنت زياده كالسيوم فقط مع الب مالتي فيت اخر 5 شهور حمل. اوكي طيب. لكن طبعا ما حدش ياخد كالسيوم زياده غير فقط الست الحامل. طيب هل في يعني هل في مده معينه، في كورس معين الواحد من خلاله ياخد المكمل الغذائي او المالتي فيتامين اللي احنا بنتكلم عليه، ولا ده بيبقى نمط حياه ممكن اخده طول العمر؟ بالنسبه الب مالتي فيت هو نمط حياه، بالنسبه لالب مالتي فيت هو نمط حياه. ليه؟ اولا التراكيز بتاعتي كويسه جدا، التراكيز انا يوميا محتاجه من 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 كل الفيتامينات دي بنسبه معينه، ما بخافش من تراكمها. وضعه ايه بقى؟ ما عنديش تراكم بقى في الب مالتي فيت، لان هي كلها بتدوب في الميه، بتدوب في الميه، فلو في زياده بينزل عن طريق البول. أوكي. وبطمن الناس ان مش هيحصل فيه زياده. يقول لك طب هينزل عن طريق البول يعني هحمل على الكلى مثلا، هو لا يمكن يحصل فيه زياده، لان النسب عندي اقل سنه من المعدل اللي مطلوب يوميا. من الدينكم سبيس ان كنتوا برضو تحاولوا تاكلوا اكل صحي. الكالسيوم عندي 70 ملي جرام، الناس ممكن تكون بتخاف من الكالسيوم، ازاي امشي عليه لايف تايم؟ البني ادم الطبيعي بياخد 1000 ملي جرام يوميا. والكالسيوم مهم جدا، مهم جدا لصحه العظام. طبعا برضو عايزه اقول للساده الصيادله الصوره اللي موجوده للساده الصيادله فقط، لان كتير من الساده العملاء بيروحوا الصيدليات اللي جنب بيتهم وبيطلبوا الب مالتي فيت، فبيلاقي الصيدليه اللي تحت البيت مش متوفره. فالساده الصيادله احنا متوفرين في الشركه المتحده للصيادله، وكود الالب مالتي فيت المكمل بتاعنا موجود كمان. يبقى دي الصفحه دي للدكاتره الصيادله فقط لو عايزين يوفروه داخل الصيدليات بتاعتهم اللي بتبقى بقى جنب بيت العميل مثلا. طب. طيب هل في محاذير معينه يفضل في حالتها ان الواحد يا اما ما ياخدش المكمل الغذائي، يا اما ياخده بجرعه غير اللي هي الجرعه اليوميه؟ اولا الجرعه اليوميه هي قرص واحد زي ما اتفقنا. حد يقول لا انا هاخد، انا شفت نتيجه لانه يعني ما شاء الله الب مالتي فيت عامل صدى حلو قوي، فيقول لك ايه ده حلو قوي، ده انا هاخد بقى مره الصبح ومره الظهر ومره بالليل. انا ما بحبش الاكثار في الفيتامينات. المنطلقه اللي زياده الخير خير. خيرين بقى. أيوة بالظبط. انا مش مع كتر الفيتامينات، انا بقرص واحد بلم كل او معظم، مش هقول كل لان عندي برضو فيتامينز مهمه تانية، بس معظم الفيتامينات في قرص واحد، فدي حاجه رائعه كل الناس تقدر تستخدمه، مفيش اي مشكله. الكونسبت يمكن الصغير جدا عندي بعد الشر، لو حد وصل، لو حد مثلا عنده مرض في الكلى او التهابات في الكلى او فشل كلوي او وات ايفر، دول اكيد اي حاجه بياخدوها حتى الاكل والشرب بيسالوا الدكتور بتاعهم، بس اي حد تاني بيقدر ياخده. طيب انت الناس برضو اللي دخلت او اللي عملت عمليات سمنه ايا كان نوعها، هل بياخدوا المالتي فيتامين لفتره زمنيه معينه، ولا هم كمان ينطبق عليهم نفس الكلام ان هم ممكن ياخدوه بشكل يومي مدى الحياه كنمط حياه؟ يعني هو اكيد ينطبق عليهم نفس الكلام. الب مالتي فيت مش دواء باخده شويه وبوقفه، الب مالتي فيت ده مكمل اكل، مكمل غذائي. ما في يعني الحاجات اللي بتتوقف، يا اما دواء وده بيبقى تحت استشاره طبيب، امتى بياخده؟ لما بيتعالج بيوقف، او الفيتامينات اللي قابله للذوبان في الدهون وقتها ممكن باخده 3 شهور ووقف شهر، 3 شهور ووقف شهرين. لكن الفيتامينات القابله للذوبان في الماء بتركيزات معقوله جدا باخده لايف تايم. فمريض السمنه او حتى اللي بيعملوا دايت، على فكره مش لازم ان انا اوصل لعمليات تكميم عشان اخد الب مالتي فيت، اللي بتعمل دايت واللي بيعمل دايت اكيد والاكل بتاعه بقى اقل من الاول، اكيد لازم ياخدوا الب مالتي فيت. هوقفه انا ما بحبش ان احنا نوقفه. طيب في حالة الصيام، يعني سواء مثلا صيام المسلمين في رمضان او صيام اخواتنا المسيحيين في المناسبات يعني الدينيه المختلفه، او حتى الناس اللي عندها العاده بتاعت ان هي تصوم كل يوم اثنين وخميس، اليوم اللي انا صايم فيه اتعامل ازاي مع المالتي فيتامين؟ اخواتنا المسيحيين بياخدوه الصبح بعد الفطار، ما فيش مشكله خالص. أوكي. طبعا المسلمين بياخدوه بعد الفطار بتاعهم، يعني بعد يعني عادي بعد الفطار بتاعهم بساعه بياخدوا عادي. وبرده هي الحبايه الواحده، هي حبايه واحده بس. أوكي. في اليوم
وطبعا لو يمكن كمان الأخوة المسيحيين بيقعدوا فترة منقطعين عن اللحوم. اللحوم مصدر كبير للفيتامينز، فبنصحهم جدا بألب مالتي فيت عشان يعوضوا الفيتامينات الناقص عنده. جميل. طيب برضو حاجة تانية ليها علاقة بفكرة الأمراض المزمنة، يعني احنا برضو انا بس عايز اعمل ستريس شوية على التفصيلة دي، احنا قلناها في وسط الكلام، بس ساعات في ناس بتبقى متخوفة من ان هي تاخد مالتي فيتامين لان هم عندهم حاجة من وجهة نظرهم ممكن تتعارض مع الانبوت اليومي بتاع المالتي فيتامين. فتاني نأكد على الحتة دي، حتى أصحاب الأمراض المزمنة ما عندهمش مشكلة. أصحاب الأمراض المزمنة بالعكس لازم يستخدموا ألب مالتي فيت. أولا مريض السكر بيدعم جدا الأعصاب بكوبالامين، بالفوليك أسيد، بالبيوتين، بالنياسين، بالثيامين، وكل عائلة فيتامين ب كومبلكس موجودة، فهو هيبقى حلو مع مريض السكر جدا مع الأدوية اللي بياخدها، لا يتعارض مع أي دواء. مريض الكوليسترول برضو مع أدوية الخافضة للكوليسترول بيدعم بمضادات أكسدة زي فيتامين إي. فيتامين إي من أقوى مضادات الأكسدة عشان يمنع أكسدة الدهون الضارة وتحولي إلى كوليسترول، ما عنديش مشكلة. بيدعم جدا الصحة النفسية، ما عنديش مشكلة مع الأدوية. لو حد ماشي مع دكتور مخ وأعصاب، دكتور نفساني وات ايفر، بياخد ألب مالتي فيت بيدعم جدا جدا الصحة النفسية زي ما أنا قلت، لأنه بيحتوي على فيتامين بي اللي هو غدا الأعصاب زي ما أنا بقول يعني. فهو ما فيش أي مشكلة مع أي مرض أيا كان، هو لا يتعارض مع أي مرض. الكونسيرن اللي قلت عليه بسيط، لو لا قدر الله بس في فشل كلوي بيسأله الدكتور. الواحد بتبان عليه ان حصلت حاجه جديده او ان صحته بقت احسن بعد قد ايه تقريبا من تناوله للمالتي فيت، قالت مالتي فيت بشكل يومي؟ من يومين لثلاثه. ياه. والله العظيم فعلا. من يومين لثلاثه، ده بتكلم على النشاط والطاقه. فبتحس فعلا انك بشكل انت ملموس واخد باله ان في حاجه استجدت، بتحس ان في حاجه بوزيتيف انرجي، يعني بتحس ان بطاقه ايجابيه، ودي حاجه بتسعد الواحد. أكيد لما أكيد تحس ان في نشاط وكده. أكيد. بس بتكلم بقى لو هتكلم على تساقط شعر بالنسبه للستات، امتى اشوف تحسن؟ اكيد الشعر بياخد وقت. اهم حاجه الاستمراريه، عايزه شعري يبطل يقع ويبقى شكله حلو ما دام ما عنديش مرض يؤدي الى تساقط شعر، لازم اخده كل يوم. ما فيش حاجه اسمها اخده يوم ويومين اصلي انا نسيت، ويوم وثلاث ايام اصلي انا نسيت، لا. عايزه اشوف شعري كويس باخده يوميا، هشوف النتيجه امتى بالنسبه تحسن الشعر في خلال شهر. خلاص انا هعمل حسابي على نفسي ان شاء الله اول زياره تيجي تنورينا فيها الفتره الجايه تجيبي لي معاكي علبه ولا اتنين. حاضر، هبتدي اخدهم بانتظام. والله حضراتكم لقيتوا ان الوضع اختلف، يبقى كلام مظبوط مليون في المية. بس مش هتتخن. وهديكي اكتر من يومين يا دكتوره دينا. بس مش هتتخن عشان انت مش مهم بتخن. بس يبقى في اي مستجدات تقول ان فعلا السرعه للدرجه دي يعني شديده؟ انت بتقولي يومين ثلاثه، دي يومين ثلاثه هتشوف نشاط، هتلاقي نفسك بقى جاي القناه هنا. ايه بس كده زي الفل، انا هسيب لك نفسي. نورتينا، بشكرك على وجودك معانا جزيل الشكر. ويا رب تكونوا حضراتكم اكيد يعني استفدتوا معانا بالفقره دي. نشوفكم على خير ان شاء الله بكره يوم جديد وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. الى اللقاء.